حطيت تويت مبروك لكل البلدان العربية على الفوز تاعهم على التأهل إن شاء الله الكأس تكون الوحدة فيهم الكومنتس ولا واحد قال لي إن شاء الله قالوا لي انسى مت... شعب م... لا دلوق... درك نقول لك ماشي نشوف نو نقص باش سوري احمد ماشي خاطر انا في المغرب ولا ماشي باسكو انا زيد للمغرب مي المنتخب يعني اللي عجبني صح باسكو من في التصفيات ما دخل له حتى بيت هو المنتخب تاع المغرب ويعني مقنع لا ماشي مش كان ماش نقول لك يعني ما مش مقنع زعك مصر يعني تاريخ بيض. على طريقة التأهل يعني شفت الماتش الاخر كوت في الكوتيفوار مستحق هو قادر يبعد يعني كامل مستحق صراحه صعيب صعيب ولكن يقدروا يوصلوا مراحل متقدمة تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا أبوني في لاشين يوتيوب